بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا هاتف الدي ار اي او الاكس 2، يحمل معالج ميديا تك، هنا المعالج ام تي كي والاصدار الاندرويد 8.1، وهذا معالج الام تي كي امامك. سنقوم الان بادخاله الى وضع الفاست بوت. هذا الهاتف لا يدخل عن طريق الكبسات الى وضع الفاست بوت هنا، او عن طريق يعني بالطريقة الاعتيادية لهواتف الهواوي. المعروف ان هواتف الهواوي تدخل في وضع الفاست بوت عن طريق الكيبل وعن طريق كبسة خفض الصوت. سنرى هذا الهاتف. بالبداية سنقوم بإغلاق الهاتف إغلاق تام، هنا عفوا إيقاف التشغيل، ولو عملنا إعادة سنضغط على بالأعلى هنا كبسة رفع الصوت، سواء الريستارت أو والإغلاق بالإغلاق تام بنفس الطريقة. هنا تم الدخول إلى هذه الأوضاع جميعها، وهذا وضع الريكفري والاي ريكفري والفاست بوت والنورمال. سنقوم عن طريق كبسة رفع الصوت فقط، وليس عن طريق خيار اخر كرفع الصوت والوصول الى الفاست بوت كما ترى، بحيث ان السهم سيكون على جوار او مقابل كلمة الفاست بوت، ومن ثم سوف نضغط على كبسة رفع الصوت لاختيار المطلوب. هنا خفض الصوت سيدخل هنا إلى وضع الفاست بوت، وهذا هو وضع الفاست بوت. إذا أردت الخروج من هذا الوضع، طبعا هنا لا يسمح لك ب يعني التمرير والتحريك بعد إدخاله في وضع الفاست بوت. إما تستخدم كمبيوتر وأحد البرامج لإعادة التشغيل إلى وضع النورمال أو وضع أي وضع آخر، أو ستضغط على الباور لمدة تقريبا 7 ثواني 8 ثواني، حوالي تقريبا سيقوم بإعادة الإقلاع، وهذا هو وضع الفاست بوت. إذا ها قد خرجنا من وضع الفاست بوت. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.